هلا صار فيكم مع الماس فور فان، ولا خليني أخبركم كيف ممكن تجيبوا equation للستريت لاين مارق بتو بوينتس. خليني أفرجيكم كيف. طيب عم بيقولوا هلا بالquestion، عم بيقولوا find the equation of a straight line passing through the two points A عند 1 ناقص 1 will be عند 3-3. كيف بدنا نجيب الequation لهذا الستريت لاين؟ طيب أنا إذا بدي أخبركم هلا في أسلوب نحن بنعمله على السريع، إذا في حال كان الرسم موجود عندنا. إذا موجود الرسم عندنا فيني أنا طلع slope لللاين بشكل سريع، يعني من الرسم فيني طلعها. لاحظ كيف ممكن طلعها من two points اللي عندي يون، فيني أعلمون أنا وفيني بلش. مثلا عندي هلأ البوينت اللي هي 1-1 وفي عندي البوينت اللي هي 3-3، فينا نبلش عند الماينس 1 بالضبط. نجي نبلش من عد قديش في عندي ارتفاع أنا طالع vertically لأوصل للبوينت الثاني. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. وصلت لحدود البوينت اللي عندي من فوق. هلأ منشوف لميلة اليمين قد عم نعد، نمشي واحد وهي الاثنين، فصار عندي على ميلة اليمين اثنين وأنا بارتفاع لفوق طلع عندي أربعة. فلاحظ نكتب أربعة واثنين محلاتهم، هاي أربعة وهي اثنين. هلأ انتبهوا لما بتبلش أهم شيء تاخد بوينتس على اللاين، تاخد البوينتس جايين بمواقع يعني معروف الأرقام تبعيتهم. هلأ بما أنه هني عطيني يوم بالكواشن هون فصارت سهل علينا. ليش؟ لأنه موجود الأرقام 1-1 وعندي 3-3. بس انتبه نحن بالإنجليش بنسميها rise over run. rise يعني قديش بطلع أو قديش بنزل. إذا أنا عم بطلع بدي عد بالبوزيتيف، يعني أنا لاحظ هلأ عديت ارتفعت طلعت لفوق فعديت بالبوزيتيف فصار عندي طالع عندي 4. كمان نفس الشيء لو كنت عم بنزل معناتها بدي عد بالنيجاتيف فبيطلع عندي ناقص 4 لو كنت عم بنزل لتحت. طيب هلا كمان لما وصلت لحدود فوق، لحدود البوينت اللي من ميلت فوق، رحت على اليمين. اذا رايح على اليمين بعد بالموجب، اذا رايح على الشمال بعد بالسالب. هيدي ان شاء الله رح اعطيكم فيديو تاني وضح لكم اياها اكثر واكثر، بس هي بسيطه يعني ما بدها كتير شرح. تذكروا طلعت لفوق بعد بالبوزيتيف، نزلت لتحت بعد بالنيجاتيف يعني بالسالب بالماينس، رحت على اليمين بعد بالبوزيتيف، رحت على الشمال بعد بالنيجاتيف يعني بالسالب. هلا طلع عندي انا سلوب قديش؟ طلع عندي 4 لفوق و2 على اليمين، فاذا اولى 4 على 2 بحط رايز اوفر رن، 4 على 2 قديش طلعت او قديش نزلت بحطها فوق، وقديش رحت على اليمين او رحت على الشمال بحطها تحت. فطلع عندي 4 على 2 بعملها سمبليفاي بتطلع قديش؟ بتطلع 4 على 2 بتعطيني 2. هلا بدي حل الايكويشن. وحده من الفورمز تبع الايكويشن اللي بنكتبهم بتنكتب على هذا الشكل، ممكن انا احلها بطريقه ثانيه اللي هي على شكل y equal mx plus b، كمان رح تكون بفيديو ثاني، بس هيدي يعني واحده من الفورمز. فينا نكتبها على شكل y minus ya equal m into x minus xa. طيب شو يعني هاي xa ya؟ xa ya هن البوينت ال a اللي عندي فوق، ال1 وال-1، ال1 اللي هي xa وال-1 اللي هي ya. طيب الام شو هي؟ الام اللي هي سلوب، الام اللي هي طلعناها اللي هي equal to 2. فصار عندي ال YA والام والXA موجودين، صار فينا نعوضهم وبيطلع معنا الإيكويشن بكل بساطة. فلاحظ هلأ شو بدنا نكتب؟ Y minus قديش ال YA؟ ال YA نحن بنعرفها minus 1، شفتوا فوق؟ عندي إياها بتساوي minus 1 فبنزلها بعوضها محلها. برجع بقول equal قديش الام عندي؟ الام بتساوي 2، طلعت معنا 2 فبنكتبها 2. هلأ بضل في عندي X minus قديش الXA؟ الاكس اي كمان واحد بنحطها محلها. هيك صار كل الارقام مكتوبين ونعمل سمبليفاي. يلا نجي نقول y minus times minus 1 بتعطيني قديش؟ بتعطيني plus 1، فاذا minus of minus 1 بتعطيني plus 1 وعندي equal. هلا بدنا نعمل نشر لل 2 على الاكس وعلى الماينس 1. 2 times x بتعطيني قديش؟ بتعطيني 2x، و 2 times minus 1 بتعطيني قديش؟ بتعطيني minus 2. وهيك صارت الايكويشن مبسطة. بعد في عندي ال1 الموجودة حد ال y بدنا نتخلص منها، بما انه في عندي y plus 1 فينا نعمل minus 1 minus 1 على الميلتين، فصار عندي minus 1 plus 1 الميلة الشمال بيروحوا بضل في عندي y، وعلى الميلة اليمين 2x بتنزل، وال minus 2 وال minus 1 بيعطونا قديش؟ بيعطونا minus 3، وهيك بتكون طلعت معي الايكويشن y equal 2x minus 3. طيب بعد في عندي مرحلة لو في حال ما بدكم تجيبوا slope لنقول عن طريق ال rise over run، يعني عن طريق الجراف. لو بدنا نجيب سلوب بطريقة انه ما عندي جراف، كيف ممكن نجيب سلوب؟ عندك البوينتس A والB، ففي رول للسلوب اللي هي YB minus YA over XB minus XA. كمان إذا اختلفت ما في مشكلة فيها، إذا حطيت YA minus YB over XA minus XB بيطلع معنا نفس الجواب، بس نحن رح نستخدم هذا الفورم اللي هو YB minus YA over XB minus XA. طيب مشو معي خطوة خطوة تنعرف مين ال YB ومين ال YA. طيب ال YB هي 3، لاحظ 3 يلي موجودة هون، وال YA يلي هي minus 1 يلي هي موجودة كمان هون. طيب ال XB اللي هي 3 كمان موجودة عندي،
وال XA اللي هي قديش عندي اياها، عندي اياها واحد، فبعمل replacement للنمبرز، ببلش اعمل replacement. يلا YB يعني 3 بحطها محلها، YA اللي هي minus 1 كمان بحطها محلها، بيجي لل XB اللي هي 3 كمان بحطها محلها، ولل XA اللي هي 1 بحطها محلها، ولا بعمل simplification. 3 ناقص ناقص 1 قديه بتعطيني؟ ناقص ناقص يعني زائد، يعني 3 زائد 1 بتعطيني قديش؟ بتعطيني 4، و3 ناقص 1 اللي تحت بتعطيني قديش؟ بتعطيني 2، وهيك صار عندي 4 على 2 اللي هي قديش؟ يلي هي 2، مثل ما طلعت معنا أول مرة، لاحظ 2 هلأ طلعت، وأول ما عديناها 4 على 2 كمان طلعت معنا 2، فهيك slope طلع معي 2، فبرجع نفس الطريقة، طلع slope معي الأم، طلعت معي 2، وعندك أنت already الـ XA موجودة، والواي اي كمان موجوده، فصار عندي الاكس اي والواي اي والام، فصار فيني اعوضهم وبعمل نفس الخطوات اللي عملتهم بالاول، وهيك بيطلع معي الايكويشن واي ايكوال تو 2x ماينس 3، وهيك بيكون انتهى الموضوع. ولاحظوا انه دائما الماث فور فان معكم ولكم، وبحل لكم الاسئله يلي بتحبوها. لا تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، واهلا وسهلا فيكم على الماث فور فان، وباي لهلا.